سهرة فيها جانب الجدي، جانب المعلومات، جانب الأخبار يتستناو فيه مع الأسئلة اللي باش توجهوها من بعد، وباش نفسحوا لكم المجال الكامل ونعمل عليكم أسئلتكم الكل وشقيقة ورقيقة لمدير المهرجان. حاضرة مستعدين للدورة 52؟ هي تقريبا احنا في مستوى 80% من الاستعداد النهائي، وان شاء الله تكون دورة استثنائية ان شاء الله. الفكرة الأساسية اللي خدمنا عليها سناء وكهيئة، في الحقيقة حبينا المهرجان هذا يكون عنده تصور يواصل في النجاحات اللي حقق هذا المهرجان على طول 52 سنة من الاستمرارية، وكذلك يجدد، لأن مهرجان قرطاج كما نعرفه فيه نقائص كبيرة. أول فكرة خدمنا عليها هي فكرة الثقة، ثقة مع الفنانين، الثقة مع المستشارين، الثقة والمدعمين الرئيسيين لمهرجان قرطاج، الثقة في تعاملنا كذلك مع الإعلاميين. والتظاهرة هذه إن شاء الله ستعطي أولاً ربما فكرة مختلفة نوعاً ما، لأن مهرجان قرطاج ابتداءً من الدورة 52 لن يقتصر فقط على برمجة صيفية، يعني صيفية لن يقتصر فقط على جويلية أوت، سيستمر يعني في قادم الأيام والأشهر باش يتواصل، وشيئاً فشيئاً هذا ربما يعطي المهرجان قيمة استمرارية ورؤى وتفتح على إمكانيات يعني جديدة. قرطاج سيستمر في سبيتلا وفي دقة، وكذلك يعني بار الستريمينغ لايف، كذلك بار يعني كل ما يخص العروض هذه التي ستعرض في الساحات العمومية يعني داخل الجمهورية. الفكرة الأساسية اللي خدمنا عليها السنة هي أن المهرجان اسمه كلنا توانسة، ما فماش هذا فرق ما بين هذا وهذا، كلنا نتحدو في انتمائنا لتونس، كلنا نتحدو في دفاعنا على تونس، كلنا نتحدو في محبتنا وطنيتنا.